السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنراجع الشوط الأخير من المادة تبعتنا اللي هو الإندوكراين ديس أوردر. بنتكلم أهم حاجة في الإندوكراين ديس أوردر، نعرف شكله. إنه الثيرويد جلاند تتكون كومبوزيت تو أكتيف أيودين كونتيننج هرمون، يعني تتكون من اثنين من الهرمونات الرئيسية اللي هي T4 T3، تمام. بعدين هنا بتكلم على الهايبوثايرويديزم، نعطي التعريف تبع الهايبوثايروديزم، وفي عندنا الهايبر ثايروديزم، في عندنا الهايبو وفي عندنا ايش الهايبر ثايروديزم، تمام. نشوف شكلية الباثوفيسيولوجي. طبعا الهايبو يعني في عندنا نقص او خمول في الغدة الدرقية. ايش الاسباب تبعتها؟ طبعا بده يكون في عندنا ازالة للغدة، في تدمير للغدة، في اي شغلة ادوية مثبطة للغدة، في شغلات كثير بالباثوفيسيولوجي والاثولوجي بندرسها كلياتها. الصنم السيستم تبع الهايبوثايرويديزم نحفظها عن غيب ونفهمها، لانه حتفيدنا في ايش؟ في المقارنه في الهايبوثايرويديزم. ايش في عندنا شغله في الهايبوثايرويديزم بيكون عكسها وين؟ في الهايبوثايرويديزم. يعني هنا في انتولرانس تو كول، يعني انه بتتحمل الشلبان، هناك بصير في الهايبر ثايرويديزم انتولرانس تو فيبر، تمام، او هيل، يعني بتحمل الشلبان في الهايبر ثايرويديزم. في الهايبر ثايرويديزم ايش بصير؟ انتولرانس تو هيت، يعني انه بيقدر يتحمل الحراره. مثلا عندنا هنا ويت جين، انه بيزيد وزنه. في الهايبر ثايرويديزم ايش بصير عندنا؟ ويت لوس، بيفقد الوزن. فاحنا نشوف الاعراض هذه نحفظها عن غير نفهمها، والهايبر ثايرويديزم بتصير العكس، تمام، نفهمها على اساس نعرف كيف نقارن. طبعا ديجنوستيك ايفالويشن، ما دام في عندنا هايبر ثايرويديزم بده يكون عندنا لو تي 3 اند تي 4 ليفل. ما دام عندنا هايبو بده يكون انه التي 3 والتي 4 قلال والمستوى في عندنا لو، عكس الهايبر ثايرويديزم بده يكون في عندنا زياده في التي 3 والتي 4. اوكي، برضه نشوف الدايجنوستيك وبعدين نخش المانجمنت. المانجمنت طبعا هنا بحكي لنا انه بيعتمد المانجمنت على شده الاعراض، وممكن في الحالات البسيطة انه يتم العلاج البديل في الحالات الخفيفة والبسيطة، تمام. في عندنا الكومبليكيشن، في عندنا الصراحة اكثر من كومبليكيشن، في عندنا الماكسيديما كوما اللي هي بنسميها غيبوبة او قصور الغدة الدرقية او غيبوبة الوزن المنقطية، في أكثر من سبب، بس في الإنجليزي المصطلح المتعارف عليه اسمه ماكسيديما كوما. الأعراض تبعته الهايبوتنشن والأرسبونسيفنس والبراديكارديا. أعراض الماكسيديما كوما بتشوفوها نيرسينج دايجنوسز، بتقروه نيرسينج انترفنشن كمان نفس الإشي، بكون نيرسينج انترفنشن تابع للنيرسينج دايجنوسز اللي من ضمنه انكريزنج كارديك أوتبوت. كيف بدنا نعمل increasing cardiac output؟ لأنه هذه increasing cardiac output لو فهمناها نعمل nursing diagnosis و nursing intervention لمعظم الأمراض المطابقة. هنا بنشوف الهايبرثايرويديزم عكس الهايبوثايرويديزم، إيش حكينا هناك؟ هنا بده يكون العكس، تمام؟ هنا في عنا excessive amount of thyroid hormone in the bloodstream في الهايبر، يعني في عنا زيادة كبيرة أو من الغدة T3 أو T4. هناك بده يكون النسبة تبع T3 و T4 حكينا بتكون واطية، هنا بتكون إيش؟ عالية، تمام؟ الأسباب في عنا مرض جريفز اللي إحنا بنسميه. في شغلات كتير كورسز تدروهم. هنا الأعراض زي ما حكينا، إيش في الأعراض بالصن السيستم تبعت الهايبوثايرويديزم بيكون عكس الهايبر ثايرويديزم، زي ما إحنا حكينا هناك انتولرانس تو كولد إنه مش قادر يتحمل برد، هنا انتولرانس تو هيت إنه مش قادر يتحمل حرارة،
هناك حكينا ويت جين زيادة الوزن، هنا بدها تصير ويت لوس. تمام، هاي الويت لوس بتفهموا واحدة منهم وبتقلبوا الأعراض على الجهة الثانية، بتفهموا الهايبوثيرويدزم بصير الهايبرثيرويدزم العكس. الدايجنوستيك زي ما حكينا، هناك في نقص عندنا في التي 3 والتي 4، هنا في عندنا زيادة في التي 3 والتي 4 من اسمها هايبر ثيروسيم. المانجمنت يعني بحكي لنا انه العلاج بيعتمد على الاسباب، عمر المريض وشدة المرض والمضاعفات. كمان هنا ممكن الواحد يتكلم على نرجع هنا حد شوية التريتمنت، ممكن يكون فارماكوثيرابي يعني العلاج الدوائي او بالحبوب ادويه وشغلات زي هيك. ممكن يكون كمان راديو اكتيف ايودايد يعني العلاج باليود المشع. في عندنا كمان هنا دراج اليرت، تنبيهات يعني انه نراقب المريض للتاكد انه المريض ما وصلش لدرجه السميه من اليود، يعني ما اخذش يود بزياده. في عندنا كمان النيرسينج دياجنوسيس. النيرسينج دياجنوسيس احنا صرنا حافظينه، يعني ممكن واحد من الاعراض يصير له سيبتوم يعمل اكثر من نيرسينج دياجنوسيس، وبالمقابل بيعمل النيرسينج انترفنشن حسب النيرسينج دياجنوسيس، وهذا بمر مع جميع الامراض وما ضمن الامراض اللي اخذناها. في عندنا كير اوف ذا بيشنت اندر جوينج ثيرابيكتومي، يعني بحكي لنا انه رعايه المريض اللي بدنا نعمل له عمليه استئصال للغده الدرقيه. هنا بتكلم عن تايب اوف بروسيجر، في عندنا ثيرابيكتومي، ممكن ازاله الغده ممكن تكون توتال بشكل كلي او يكون بارشال جزئي. تمام، في عندنا البري اوبراتيف مانجمنت، المانجمنت قبل العملية. هذه من الشغلات يا جماعة المهمة اللي احنا نركز عليها. مريض بده يدخل العملية يعملوا له ثيرويدكتومي يعني ازالة او استئصال الغدة الدرقية، نشوف البري اوبراتيف مانجمنت للمريض بده يعمل ثيرويدكتومي. هذه الشغلات لازم نفهمها ونحفظها كويس، انه يكون يعني ركزوا عليها واحفظوها منيح. في عندنا كمان البوست اوبراتيف مانجمنت، ما دام عملنا بري اوبراتيف بدنا نشوف البوست اوبراتيف كمان نقراها. في عندنا الكومبليكيشن مضاعفات، حتكون هيموريج وهايبوثيروديزم، وعندنا الهايبرثيروديزم كمان. النيرسنج انترفنشن، بدنا نعمل نيرسنج انترفنشن تدخل تمريضي للشغلات اللي ممكن تصير بوست اوبراتيف، زي ما حكينا انه النيرسينج ديجنوستس او الكومبليكيشن اللي بنعمله نيرسينج انترفنشن. يعني هنا من الكومبليكيشن في عندنا هيموريج، بروح ايش بسوي؟ بعمل اوبزيرفنج فور هيموريج، بعمل مراقبه للنزيف. طيب في عندنا اديما، بتطلع على الايروي اديما، يعني ايش بصير كومبليكيشن؟ بدي اعمل نيرسينج ديجنوستس، بعمل نيرسينج انترفنشن، بحفظ هذه النيرسينج انترفنشن عن نيرسنج الكومبليكيشن، بعدين بعمل نيرسنج ديجنوستس مركب عليها، بعدين بعمل نيرسنج انترفنشن. اوكي، مهمه كثير النيرسنج انترفنشن، بنعرف نيرسنج انترفنشن حسب ما احنا بنفهم، يعني حفظ بنفهم وبنعبر بطريقتنا، انه نعمل ابزيرفنج فور هيموريج اروي اديما، بريفنتنج تيتاني. الثاني اللي هو الكزاز او التقزز، بكون نتيجه عن نقص ايش؟ الكالسيوم، نقص الكالسيوم اللي هو الهايبوكالسيميك تيتاني. تمام، زي التشنج اللي بصير او الكزاز اللي بصير نتيجه نقص الكالسيوم. تمام، نشوف الديس اوردر اوف باراثيرويد جلاند، يعني امراض ومشاكل الغدد الدرقيه. في عندنا الباراثيرويد جلاند،
بتكلم وصف عليهم في جروب. في عنا الهايبر بارا ثيروديزم اللي هو زيادة نشاط الغدة الجردرقية. البارا ثيروديزم الغدة الجردرقية، ثيروديزم الغدة الدرقية، البارا ثيروديزم الغدة الجردرقية. تمام، نشوف التعريفات تبعتها ونشوف الباثوفيسيولوجي ونشوف الأسباب تبعتها والإتيولوجي تبعتنا، نشوف الكلينيكال مانيفستيشن الأعراض نحفظهم ونقراهم، نشوف الدياجنوستيك ايفالويشن كيف نشخص. بعدين بنخش على المانجمنت. المانجمنت ما دام في عندنا هايبوكالسيميا واللي هو نقص الكالسيوم، حيصير عندنا هايبوكالسيميا تتني تشنجات نتيجة نقص الكالسيوم، بدي أعمل علاجات لـ treatment of hypercalcemia. العكس، علاجات لإيش؟ للهايبركالسيميا اللي هو علاج زيادة الكالسيوم في الدم، علاج زيادة الكالسيوم في الدم. اللي من ضمنه اللي هو اللازكس، نعطي اللازكس على أساس إنه اللازكس بنزل الكالسيوم. وبشوف باقي المانجمنت. في عنا هنا كمان إنه بحكي لنا في المانجمنت ممكن كمان أعمل سيرجري، عملية جراحية لإزالة الأنسجة داخل الغدة الدرقية. لو ما تحسنت الأمور عندهم ممكن يعملون عملية جراحية لإزالة الأنسجة تبعت الغدة الجردرقية. الكومبليكيشن اللي هي تكوين حصوات في الكلى أو تقلصات في الكلى، تمام، أو الانسداد الكلوي. ونشوف الكومبليكيشن ما أنتم عارفينها نقراها. النيرسنج انترفنشن طبعا معروف. نتكلم هنا عن الهايبوباراثيروزيم. الهايبوباراثيروزيم بيكون عكس ايش؟ الهايبر بارا ثيروزم. التعريف اللي هو بيكون قصور في الغدة الجردرقية نتيجة نقص البي تي اتش. عكس هذه الهايبر بارا ثيروزم اللي بيكون في عنا زيادة في انتاج الغدة الدرقية. طبعا من السبب الاكثر شيوعا ايش هو السبب الاكثر شيوعا؟ هو الازاله العرضيه لاي سبب كان حادث او سابق، او تدمير الانسجه الجردرقيه او الامتداد تبع الدم اثناء استئصال الغده الدرقيه بتلاقيها سكرات. الكلينيكال مانيفستيشن بدنا نحفظها، ومن ضمنها التيتاني جنرال مسل هايبرتوني اللي حكينا انه بصير زي التشنجات او زيادة التوتر العضلي العام نتيجة نقص الكالسيوم. في عندنا ثلاث اعراض اللي هي علامة شفوستك، علامة شفوستك نعرف تعريفها، ترس صايل نعرف تعريفها، في عندنا كمان لارنجل سبازم هذه من ضمن الكلينيكال مانيفستيشن. في عندنا علامتين، واحدة شفوستك وواحدة ترسو. تمام، ترجعوا للمحاضرة الناس اللي مش فاهمة بالتفصيل أنا حكيت عليها. برضو بصير عندنا سبيل الانزياتي ورينا الكوليك مرس كلوي، وبصير عندنا شغلات كتير. الديجنوستيك ايفالويشن نشوف المستوى الفوسفات الدم حيكون بالتأكيد مرتفع، وشغلات كتير. مستويات البي تي اتش كمان بتكون منخفضة في معظم الحالات. نشوف المانجمنت. طبعا المانجمنت إذا في عنا هايبوكالسيميا يعني نقص في الكالسيوم اللي هو بيسبب له التشنجات، فنروح نعطي ايش؟ اي في كالسيوم. نعطي اي في كالسيوم يعني نعطي كالسيوم في الوريد، نعطي كالسيوم في الوريد. وهنا طبعا العلاجات زي الكالسيوم والبوتاسيوم
لازم نعطيها بشكل سيولي، لازم نعطيها بشكل بطيء على اساس هذه العلاجات بتاثر على ايش؟ على القلب، تاثر على القلب. في عندنا الكومبليكيشن كمان، عندنا الكومبليكيشن المضاعفات، نجراها ونشوف ايش المضاعفات زي السيزر والتنين من ديس اوردر ولارنجل سبازم ورفيق اروي ستراكشر. النيرسنج انترفينشن كمان بسبب عندنا خبره منه. هنا بس في النيرسنج انترفينشن بحكي لنا انه لو قلنا انه لما بنعطي الكالسيوم بشكل سريع ممكن يؤدي لحدوث كارديك ابيس، ممكن يؤدي الى حاله توقف القلب، على اساس هيك احنا بنعطيه سلولي الكالسيوم او البوتاسيوم بيعمل كارديك ابيس، هيك بنعطيه بشكل بطيء. الناس انترفينشن بنشوف التدخلات التمريضيه، في عندنا حاجه بنسمى الدكسين او التجميل، بنشوفوا الامراض حقيقه بتدخل على الديس اوردر او ادرينال جلاند، يعني امراض ومشاكل واضطرابات الغده الفضائيه. بدنا نعرف ايش يعني ابنفرين اللي هو الادرينالين، وايش بدنا نعرف النور ابنفرين اللي هو النورادرينالين، تمام؟ بنشوف ايش الفرق بينهم. بدنا نعرف كمان الادرينال الكورتكس، نشوف في عنا المكونات تبعته في جروها كلياتها، تمام؟ في عنا الكوشنج سيندروم، نشوف التعريف تبعته ونتكلم عن المانيفستيشن الأعراض تبعته في جروهم، المانيفستيشن كمان في جروهم المانيفستيشن كلياتها. في عنا المانجمنت تبعته، السيرجيكال طبعا، عملية جراحية أو الراديشن اللي هي الإشعاع. في عنا ريبليسمنت ثيرابي بس يعني العلاج البديل. في عنا ميديكال تريتمنت اللي هو العلاجات بالكورتيزون. في عنا الريسك انترفينشن والفحصين والناس انترفينشن كلها. الادرينال انسفيشنس اللي هي القصور عمل الغده الفطريه. نقرا التعريفات تبعتها، نقرا انه في منه برايمري في منه سكندري الاسباب تبعته. الادسون ديزيز اللي هو ايش حكينا عليه، حكينا البرايمري تبع الادرينال انسفيشنس، يكون عندنا السبب تبعه ايش؟ ادسون ديزيز البرايمري ادسون ديزيز، تمام؟ نشوف المانيفستيشن ايش يعني الادسون ديزيز، ضعف العضلات، فقدان الشهيه، عندنا بصير عندنا اضطرابات داخله في الجسم. في عندنا الادسون يعني كرايسيس، بنقرا عليها شويه ونشوف تعريفاتها ونشوف الاسسمنت والدياجنوستيك فايندينج التحاليل وكيف نقيم المشكله. نشوف المانجمنت كمان من الإجراءات بناء على المشكلة والأعراض. في عنا نيرس انترفينشن، ثم الإجراء لمريض بياخد سترويد ثيرابي، الإجراء كلياته هذا، الإجراء كل الكلام هذا بيفيدنا، مش بس على المرض هذا، بيفيدنا في جميع الناس الدياجنوستيك او النيرسينج انترفينشن في جميع الامراض اللي بتكون اعراضهم شابهه. في عندنا ديس اوردر قدر الجلاند، يعني امراض ومشاكل واضطرابات الغده المخانيه، نعرف التعريفات تبعتها وايش يعني الغده الجلاند. هنا بحكي لنا عن الهرمون الجلاند، كل هرمون جروث هرمون مثلا والبنفرس، في عنا منطقة البنفرس جلال في انتيريو، في عنا بوستيريو الجهة الأمامية أو النخامية الأمامية، وهنا النخامية الخلفية. النخامية الأمامية من وضع تبعتها جروث هرمون، يعني هرمون النمو، وين بكون المنطقة أو الهدف أو النسيج أو العضو المستهدف.
2 يعني في اماكن متعدده. تمام، يعني الثيرويد ستيمولاتنج هرمون يعني هرمون منبه او منشط الغده الدرقيه في الساعات، لانه الثيرويد هرمون هو اللي بحفز والبول في الثيرويد جلاند، بيكون التارجت تشمل المنطقه والنسيج المتسلح بيكون في الثيرويد جلاند. نيجي كل الشغلات تانية في اليوم البستيريو بنشوف يعني مرض دايبيتس بالسيلدر اللي بنسميه مرض السكر الكاذب، بنعرف ايش التعريف تبعه اللي هو اضطراب في عملية استخلاف الماء الناجم عن نقص الانتيبيوتيك هرمون اللي هي اتش هو الانتيبيوتيك هرمون، واللي ممكن الذي يسمى ايضا الفازوبيسين، والذي يتم افرازه عن طريق الغده المخاميه الخلفيه او بسبب عدم مقدره الكلى على الاستجابه لهرمون الديوتيك هرمون بنسميه بالمسير النفروجينيك دايبيتس انسيبيدس يعني سكر الكاذب في الكهوين. بنشوف الايديولوجي ايش الاسباب تبعته ونشوف كمان عند المانجمنت، نشوف المانجمنت تبعتنا، وبعدين الانفستيشن. الانفستيشن طبعا بالنسبة للعرض السكر في عنا دايجنوستيك بلان اللي التحاليل تبعتنا كيف بنعمل التحاليل وكيف بنعمل الفحص في المانجمنت. تمام، هنا برضه بنتكلم على الميثانوستيشن الاعراض المرتبطه بالتاثيرات الهرمونيه لاورام الغده المخاميه، اورام او سرطانات للبيوتري جلاند الغده المخاميه. ايش التاثيرات الهرمون لو كانت في زياده ولو كانت في نقص؟ يعني هنا بحكينا لو كان في زياده حيصير في عنا العملاقة أو ضخامة الأطراف، ولو في نقص حيصير عندنا في قصر في القامة، في عندنا البرولاكتين لو زاد حيصير يسوي عندنا عقم، وحيسوي عندنا اضطراب في القارب الحمل خصوصا عند النساء. وهنا يعني بحكي انه حيصير في فشل في افراز الحليب او الرضاعه بعد الولاده. بنشوف الضخامة الزياده والنقص. وهيك بنكون خلصنا محاضرتنا أو المراجعة في الفترة الأخير. بتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.